خلينا نروح لبطولة افريقيا. انت شايف انها تقام ولا يتم تأجيلها الاول؟ دي نكتة طبعا، بطولة نكتة افريقيا جبارة دي نكتة، يعني البطولة المفترض ان هي بعد شهر، وحتى الان بنتساءل البطولة ده اقل تقام من ولا شهر لا. كمان. اقل من شهر بنتكلم، بس اعتبار يعني ان هو شهر، يعني دوت عبث وقلة قيمة للكرة الافريقية واستهانة من الاتحاد الدولي بالاتحاد الافريقي وبالافارقه بشكل عام. لان احنا النهارده لما كل المنتخبات المشاركه في البطوله تبقى ستاند باي عشان تستنى اجتماع يوم الاربع اللي جاي، ده اذا طلع منه قرار. ده اذا طلع تعرف منه جمله رائعه على فكره، طبعا اذا طلع منه القرار ده يوم الاربع، ده هم اجتمعوا اكتر ما اجتمع مجلس الامن صحيح، عشان يناقشوا البطوله تقام ولا لا. اذا كانت الكاميرون جاهزه وما بملاعبها يطلعوش ولا مره بحاجه خالص، كل مره اقول لك احنا بنؤكد على اقامه البطوله في موعدها. طب والاجتماع اللي بعده بتلاقشوه ليه؟ مثلا بتجتمعوا تاني ليه؟ زي مساله الوفود، ارسلوا تقريبا 900 وفد الى الكاميرون عشان يشوفوا الملاعب، وعلى فكره الملاعب تقريبا في الكاميرون مش جاهزه. البنيه التحتيه يعني مش على ما يرام يعني، او مش احسن حاجه، مش جاهزين لاستضافه البطوله، انما هي فيها صراعات. صراعات ايه؟ بين الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي والكره الافريقيه. المشهد بيقول طبعا هتتأجل او هتتلغي نهائيا، لان هي ايه المفروض الداعي؟ تتلغي بصراحة. ايه الداعي لو هي مفيش يعني اصرار من الاتحاد الدولي او من الاتحاد الاوروبي ان هو يوقف البطوله، انها لحد الان لا يعلن انها تقام ولا لا. ايه اللي يمنع طالما ان الاطراف كلها موافقه؟ صحيح، معنى ان هي لحد الان محدش عارف، حتى الاتحاد الافريقي نفسه برئيسه بكل اعضائه بالمكتب محيط جديد. التنفيذي، ما هم مش عارفين اذا كانت البطوله تقام ولا لا. هم بيقاتلوا انها تقام ليه وازاي؟ يعني ازاي انا صاحب عشان البيت، المكاسب الماديه اللي بتطلع من لا ورا انا البطوله. كصاحب بيت مش عارف عنده عزوبه ولا لا، بل لو انا اللي هعزم، لان انت عارف حتى الان، الاتحاد الافريقي هو مجرد تابع للاتحاد الاوروبي والكره الدوليه، الاتحاد الدولي مش صاحب قراره. هل الاتحاد الاوروبي بيعمل ده مع الاتحاد الدولي باعتباره هو صاحب القرار في افريقيا، عشان فكره ان كاس العالم هو افريقيا موافقه على انها تتلعب كل سنتين، وافريقيا 54 دولة 54 صوت؟ والله دوت يعني وجهة نظر ما نقدرش نستبعدها. انما الاتحاد الاوروبي هو اهم بكتير جدا عند الاتحاد الدولي من الكره الافريقيه، ومصالح الانديه الاوروبيه ان البطوله لا تقام، لان طبعا انت عارف ان في انديه كبيره جدا في كل الدوريات الاوروبيه من قاره افريقيا موجودين، ولو هم سابوا فرقهم في المرحله الوقت الحالي او في الوقت اللي هتقام فيها البطوله، اكيد كل الفرق دي هتتاثر. صحيح، وكل سنه على فكره بنسمع نفس الكلام، والانديه الاوروبيه مش عاوزه تسيب لعيبتها الا في وقت الاجنده الدوليه او وقت الرسمي للانضمام للمنتخبات. كل بطوله بنسمع نفس الكلام، انما المره دي تحديدا في تخوفات اكبر، لان طبعا في وباء، احنا عايشين طبعا في كورونا، وفي طبعا الانديه الاوروبيه خايفه ان لعيبتها تسافر تصاب، ما طب بس هترجع. الوباء مستمر وفي مستمر اوروبا، وفي كل مكان، يعني حتى في مباريات بتؤجل في الدوري الانجليزي. ما هو هيشوف الوحش عندكم مش هيشوفه عنده. يعني وجهة نظر انجلترا برضه، تحديدا، ما هو انا مفيش حاجه وحشه عندي، الوحش عندك انت بس، مع ان هم منتشرين جدا. يعني الوباء حاليا منتشر لا جدا وفي عندهم، تاجيل، وفي تاجيل بيأجلوا مباراه الاسبوع اللي احنا فيه دوت، اكتر من 5 ماتشات تم تاجيلها. فيعني الوباء وفي مدربين معترضين على التاجيل، يعني ديت يعني للسخريه حاجه غريبه جدا، يعني الوباء منتشر وكل فريق فيه 7 و8 لعيبه عندهم الكورونا وبيرفضوا التاجيل، انما هو دايما هيشوفك في نظرة دونية او انت اقل، انت في الصف يعني دايما مقولة العالم الثالث، هو بينظر لك لكده. انت مش ذو حيثية او ذو نفس الاهمية. فطبعا الاتحاد الاوروبي بيضغط على الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي طبعا لازم في الاخر هيسمع كلام الاتحاد طب الاوروبي. طب انت مع اقامة كاس العالم كل عامين؟ لا لا.